باش نحكيو على مشروع قانون أثار ضجة كبيرة تقدموا به 34 نائب بالبرلمان التونسي. طبعا المشروع هذا يتعلق بتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية. شنو رايك؟ والله حق لك حاجة، أنا ولدي دارة فهمت قبل في وقت بن علي الله يرحمه، أنا عندي الوالد صارت له مشكلة كبيرة وتوقف على العمل في الخدمة نتاعو ظلما، انصفته المحكمة الإدارية. كي كانت المحكمة الإدارية ما تخدم تحت السلطة حتى واحد، بابا إنسان موظف بسيط فهمتني. ثم قاضي الله يرحمه توفى اسمه سي حسين الشريف الله يرحمه، وهو وقت اللي معناها قد ما عملوا الإدارة باش إنهم معناها يلفقوا له التهم أنصفوا ورجع خدمته، تو خرج في التقاعد من 24 سنة، معناها جبدناه على حكاية المحكمة الإدارية. بصراحة من بعد أنا ما نتهم حتى واحد فهمتني، بقينا المشاكل اللي صارت بعد الثورة واللي كورومبو وجماعة اللي معناها هذاك مع هذاك وهذاك مع هذاك، تولي حتى كان ثم إنسان نزيه ما عاد تصدق. يعني دخلوها بالتجاذبات السياسية. بالضبط أكيد، بالضبط بالضبط، مش هي بركة. أنا واحد من الناس بصراحة خلي محكمة واحدة هي تفصل، عنده حق طوي، ما نتصورش القضاة الكل مخايبين معناها كسوا هكا ولا هكا، لكن بقينا بصراحة المحكمة الإدارية عليها برشا نقاط استفهام فهمتني، مع احترامي للبهير راهو. بقينا انت كي دخلهم في مشاكل الانتخابات ومشاكل معناها الولاءات ولا مشكوك فيها بصراحه. الخطوه هذه معناتها البادر نتاع النواب هذوما فيما يتعلق بالمحكمه الاداريه وقبيل الانتخابات طبعا الرئاسيه، انت كمواطن تونسي تراها عاديه بريئه والا على خلفيه الصراع القائم بين هيئه الانتخابات والمحكمه الاداريه فيما يتعلق ثلاثه مترشحين؟ انا نشوفها حاجه باهيه، خاطر باش يقصوا النزاع جمله واحده، قال لي محكمة واحدة تنظر في كل شيء. بقينا هي المشكلة وين؟ ان هي المحكمة الإدارية ماهيش مشمولاتها باش تنظر فيها هذوما. ثم محكمة دستورية اللي هي مش موجودة. هي المحكمة المحكمة العليا الدستورية هي تنظر في كل المشاريع وكل حاجة فيها دستور وحاجة تقيح قوانين، هي التحكم. المحكمة الإدارية حد الموظفين نتاعها. معناها الأعوان الإداريين. فهمت اسمها محكمة إدارية. دونك أنت باش تنظر في مشاريع كما هكا معناها فيها مستقبل كامل، اسمك محكمة دستورية. فهمتني؟ والمحكمة الدستورية أنك أنت صعيب برشا، صعيب برشا مع احترامي للأشخاص، أنك باش تلقى ناس بالرسمي تخدم البلاد هذيا. علاش؟ خاطر أنت تخليك تشك في كل شيء. فهمتني؟ تولي تشك في أي حتى بدا قاضي نازيه ومعناها تولي تشك أنت، فهمت؟ دونك لازمها تصبر الحكاية. المحكمة الإدارية ماهيش مش مولاتها باش تدخل في مجلس النواب. ثم محكمة دستورية هي تنظر في القوانين تاع الدولة. المحكمة الإدارية مجعولة للإداريين، هي اسمها محكمة إدارية. فهمتني؟ ما عندها حتى علاقة، دونك أصلا هو أصلا التدخلات نتاعها هي أصلا باطلة. بالنسبة لي أنا كإنسان متواضع معناها. لكن هي تدخلاتها معناتها وفق المهمة الموكولة لا وفق القانون. أكيد لا وفق بالطبيعة القانونية هي، لكن بقينا الحاجة هذه يلزمها محكمة دستورية، محكمة عليا، هي صحيح هي اللي تنظر في القوانين الكل تاع الدولة، لكن حاجات كيما هكا خاطر فيها مستقبل دولة هذه، فهمتني؟ بصراحة وباش تكثر الصراعات أن المحكمة الإدارية ماهيش مش مولاتها قطعا تدخل في هذا. معناها دوك سهله الحكايه. اي وشنو رايك ايضا في المعركه القانونيه اللي قايمه بين هيئه الانتخابات والمحكمه الاداريه؟ خلينا نسالوك، هل معناتها تدعم قرار هيئه الانتخابات اللي معناتها تجاوزت قرار تصديق لكلامي ان هي ثم صراعات بين الزوز؟ معناها دوك ما تنجمش تجي مع هذا لا مع هذا، هذاك تحكي معي يقول لك انا والله عندي الحق بالقانون بالفصل، الاخر يقول لك انا عندي حق، باش كون تصدق انت؟ مع شكون باش تجي؟ هذاك علاش يلزمها السيد الرئيس معناها ان شاء الله باش تعدى للمدة الثانية، يلزم أول حاجة يعملها محكمة دستورية باش تقص النزاعات والتجاذبات هذيا والكلام الزايد كله معناها اللي معناها ماهوش، خاطر ثم برشا ناس تحكي أن هي ما تفهم حتى شيء في القانون. فهمتني؟ دونك المحكمة الإدارية ماهيش مشمولة. يلزم محكمة دستورية اختصاص صحيح، لازم قضاة وإداريين وناس معناها في القانون اختصاص ان هي تنظر في هذاك، والقانون المحكمة الدستورية راهي حتى السيد الرئيس كي يخرج قانون وما يعجبهاش مثلا وفيه مثلا تجاذبات هي اللي تحكم، هي تفصل بيناتها، قدر هي محكمة دستورية معناها هي اللي لكن هاك محكمة إدارية انت معناها بلاد كاملة باش تنظر فيها ثلاثة أربع قضاة، بصراحة ماهيش مع احترامي للناس الكل راهو، لكن تلمون دخلت فيها تجاذبات تولي تخاف انت بيدك كمواطن عادي، خلي واحدة بركة، خلي معناها هي تنظر في كل شيء.
الإعلان عن مشروع القانون هذايا قبيل الانتخابات الرئاسية وقته ولا مش وقته حسب رأيك؟ ما عنده حتى علاقة. هذه كما سمعنا حد مش ندخل كما كلمة نحبك في تونس يلزم تقرب بعد عامين، ما عندها حتى فالور، معناها ما عندها حتى قيمة. بقينا خاطر ثم ناس برشا صبيحية في الخارج هنا، ومعناها ونشكر أنا معناها الأجهزة الأمنية كل اللي تخدم عسكرية، أنهم ناس جاتها معلومات كبيرة أن جماعة قاعدة تقاتل معنا في الآخر دقيقة الآخر رمق أنهم باش يخربوا البلاد من برا ومن داخل، فهمت؟ بما فيها الترتور المرزوقي، معناها فهمت؟ دونك معناها أنت يا خويا خلينا نحن التوانسة، نحن خويا نحن أنت تونسية وأنا تونسي، نعيش في هاد البلاد، نتعارك أنا وياك لكن ما نعطيكش البراني. أنت تقول أنا تونسي وتجي أنت بلادك مهما تكون المشاكل، عمرك ما تعطي أنت بلادك للأجنبي، مهما تكون صراع بيني وبينك. ما عندك حتى عذر معناها. خليني خويا نصارع أنا وسيد رئيس قيس سعيد ولا أنا والمغزاوي، لكن تبقى تجربتنا هنا داخلية. كوجينا نتاعنا هنا ما تجيش أنت دخل فرنسا وأمريكا نتاع شنو معناها بالضبط؟ علاش أنت معناها كل الناس اللي مات في الحرب نتاع فرنسا ديك والاستعمار وكنساء وكصغار معناها دمهم يمشي خسارة؟ فهمت؟ دونك ما نشوفها حاجة لوش على الأقل هذه قبل بجمعة قبل بعشر أيام، ما عندها حتى معلومة بالنسبة لي أنا، معناها معلوماتي متواضعة معناها. باش نحكيو على التعليق المعارضة بعد معناتها بعد ما خرج معناتها الموضوع هذايا فيما يتعلق بمشروع القانون تاع المحكمة الإدارية، المعارضة تقول إنه هذايا هو خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية والنزاهة تاعها والشفافية، شنو رأيك؟ أصلاً الفو أفواغ أونت إنك أنت تحكي أنت على المعارضة، شنو المعارضة؟ أنت شنو البرنامج ولا شنو المشروع ولا شنو المعارضة على شنو المعارضة؟ المعارضة أنك باش تجي تجدد الرخص معناها للأجنبي نتاع البترول نتاع الغاز، أنك أنت باش تدخل تحكم فيك فرنسا تحكم فيك ألمانيا كل شيء، أنك أنت باش تمشي تسحب على كرشك الأمريكا باش تعطيك الزفرانك باش أنت زعما جبت لك القهوة ولا والسكر بالديون. الناس تحكي قبل يقول والله قبل كان عندنا في وقت النهضة عندنا السكر كلها بالقروضات كلها بالديون، عندنا مسالين في 120 ألف مليار 20 سنة ما خلصوهمش نحن. انا على شنو تحكي بالضبط انت معنا؟ دوك هذه كل حكايه فارغه وتافه على اخويا. خلينا احنا انا واحد من الناس انا ادعم بكل قوه السيد الرئيس قيس سعيد. علاش؟ بغض النظر على حتى شيء، على انه على على, على انه هو انسان ما يهمنيش فيه انا اسكو هو سياسي ولا سياسي، انه هو انسان ضيف انسان ماهوش سارق. ناس هبات جات ماشي للكونت نتاعها وماشي وهرب لبرا، وناس خاطر انت نهضوا وين خدمه كان تشوف الادارات دي غارقه بالمديرين اخر حاجه. شوف انت نتاع العالم، انت بالله كيفاش انت باش تقولي لي انا تونسي؟ تحشم ما تقول انا تونسي، فهمت؟ وربي خلينا تونس وربي فضلنا قيس سعيد شماته في برشا عباد. في عموم الاجواء الانتخابيه يعني تجري في اطار شفافيه مصداقيه ما فيها حتى خلل ما فيها حتى شيء، واللي يربح بصحته.